لو عندك اي حاجه بلاستيك مكسوره في البيت وحابب تلحمها، مش عارف تلحمها ازاي، الطريقه سهله جدا، ودي الطريقه اللي انا بستخدمها من زمان جدا وبسيطه جدا ومن غير فزلكه. يعني في ناس بتقول لك طرق كتيره وحاجات كتيره، لكن هي دي الطريقه الاسهل وهي دي الطريقه الصح اللي ممكن تعملها وتكون بتلحم لك البلاستيك بتاعك بشكل مظبوط. اول شيء طبعا احنا معانا هنا الطبق اللي انتوا شايفينه دوت، طبعا فيه شرخ كبير يعني، وده طبق بيتعبى فيه ميه، فان ما تلحمش كويس طبعا هيكون بينزل ميه، فلازم احنا نعمله يعني لحام كويس. كل الموضوع ان احنا هنجيب انبوبه امير عاديه ب 3 جنيه او ب 2 ونص، مش عارف بكام دلوقتي، عند اي حد سوبر ماركت او اي حد يعني بيبيع الامير دوت، ونبدا نمشي كده على الجزء المكسور او الحاجه المكسوره، ايا كان بقى الحاجه البلاستيك المكسوره، كرسي، غطا غساله، ايا كان يعني. وبعد ما نحط الامير نمشي عليه شويه ملح، نحط عليه ملح او اي حاجه بودر، ممكن دقيق، ممكن رمله، ممكن اي شيء بودر عندنا نحطه عليه. وبعد ما بنحطه بنبدا نحط تاني الامير لحد ما ينشف. هو بيتحول بيبقى زي الصخره كده، وكانه بالظبط زي الحديد يعني، هو ممكن ما تقدرش تشيله بعد كده، لو حبيت تشيل الماده دي مش هتقدر تشيلها لان هي بتلزق جامد وبتبقى عامله زي الصخره بالظبط. فالموضوع بيكون سهل جدا وبسيط جدا ومش مكلف. في ناس تانية بتقول لك طرق تاني، وبتجيب كاويه وبتعمل بالكاويه وبتعمل مش عارف بايه، كلام فاضي كله ملوش اي لازمه. ده الصح ودي الطريقه السهله والصحيحه للحام اي جزء بلاستيك، اي شيء بلاستيك. اي نعم الشكل بيكون مش مظبوط، ولكن احنا بنلحم من الناحيه اللي مش بيكون فيها استخدام. يعني لو كرسي هنلحم من الناحيه اللي ما تكونش باينه او ما تكونش ظاهره، غطا غساله بنلحم من الناحيه اللي بتكون من جوه. ممكن بعد ما بنخلص بنجيب اي حاجه يعني صنفره وننعم بيها شويه عشان ما يكونش خشن، وممكن بعد كده ندهن بحاجه حمراء بنفس لون مثلا الطبق ده بحيث ان هي ما يكونش شكلها وحش. فبيكون ليها افكار كتيره. طبعا انا حطيت هنا ميه والشرخ اهو زي ما انتم شايفين عشان نجرب هل اللحام لحام 100% مظبوط ولا في اي شيء، لكن طبعا ما نزلش اي حاجه خالص ولا نقطه ميه، وده معناه ان اللحام قوي جدا ومحكم جدا وبيقفل الحاجه وبيرجعها احسن من الاول. ده كان فيديو النهارده، طبعا بعد غياب فتره طويله هنرجع نعمل بقى فيديوهات، وقلنا بس نسخن بالمعلومه دي على السريع، وان شاء الله في فيديوهات جايه احسن بكتير جدا. اتمنى تكونوا استفدتم، اشوفكم المره الجايه، سلام.